الأخير. كل عام وانتم حيين بخير. احنا اليوم في 2016، غرة جانفي 2016، واحنا اليوم في الكازينو ونعيد عليكم وعلى تونس كاملة. حاج 2016 تحدي وعملنا اي الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وسويق شكون عليه ربي يحيينا ويحييكم بخير. نعاودوا عام الجاي بخير، نعاودوا عام الجاي ان شاء الله، نعاودوا حتى الاسبوع المقبل ان شاء الله. هايله هايله ولا تفرشيكه هايله يعطيك الصحه. نحي الروماتيزم هذه على الشياب بارك الله. ديما تعوم انت في الشتاء ولا ديما نعوم؟ لا كيف الصيف فيش معناتها الفرصه هذه اجي تجري يعطيك الصحه معناتها من هنا تريبيا. اسمع واحد يجي وحده ما يجيش عمره الا بالتشجيع هكايا، كي نبداو خلطين ومجلطين الواحد يتشجع يرمي روحه حتى من 17 ساعة. جنبي سايس اش لازمك؟ انا باهي تجربة باهية والماء بارد ماشك انت يا صاحب العمله والطقس وتيكم اليوم بارك الله شمس لا لا شمس لا حتشهين والماء برد يعمل كيف والحمد لله معناها لاباس المهم لاباس الشخصيه كانوا عند كلمتهم وحققنا ديما نحبوا لي ديفي ونبداو عاملوا بلي ديفي ان شاء الله في اخر لحظه جيت في اخر لحظه شفت اصدمت ان شاء الله كل عام حي بخير تاع الخراط جاي من باريس باش يعوم خصيصا العومه هذه ان شاء الله عومه ديبيداني ديبيداني ان شاء الله في شاطئ الكازينو في شاطئ الكازينو صفاقس يلا جون في 2016 ان شاء الله كل عام واحنا حيين بخير ان شاء الله. هاي صغيرات تحب تعوم مايا زاد ماشي كبير يا يعطيكم الصحه اخويا انا دني سعد مبروك على السكر واحنا في الشط بمبادره من الشباب صفاقس اللي يبحث عن بيئه سليمه اليوم حب يعمل فكره سمحه للناس الكل هو انه يجي يعمل عومه. الشباب عمل العومه هذه والغرض هو انه نسترجع شط الكازينو ليكون فضاء ترفيهي فضاء بيداغوجي نتعلموا الناس الكل نحترموا بيئتنا ونحافظوا عليه. الشط هذا باش يقع في الايام القليله القادمه ان شاء الله في بدايه شهر جانفي اعاده تهيئته وصيانته من قبل وكاله حمايه وتهيئه السواحل التابعه الى وزاره البيئه والتنميه المستديمه. احنا غايتنا كون نوفر هذا الفضاء
لكي يعطي شحنة لسكان صفاقس ويلقاو مكان للترفيه. ومنه هو نمشيو للأماكن الأخرى، ننظف البيئة. مستقبل أجيالنا ومستقبل بلادنا يكمن في أن نوفر بيئة نظيفة وسليمة، لأن في وجود بيئة نظيفة وسليمة هناك أمل أن نخدم، ننمي الثروة في بلادنا، الشباب يخدم، الناس الكل واللي تطمح إلى ما هو أفضل. وبلادنا عزيزة غالية من شمالها إلى جنوبها. احنا لا نرى البيئة فقط سليمة في صفاقس، وإنما نراها في جل أو في كل أماكن تونس، في محيطها القاري أو في جزرها، في بحرها. الناس الكل إن شاء الله يكون غايتنا في السنوات القادمة أن ننهض بالبيئة، لأنها منطلق كل نجاح. كل عام وأنتم بخير من شاطئ صفاقس الكازينو.